شكرا ايضا لطريقه وضع السؤال الذي سنتناقش فيه اليوم، لانه بشكل او باخر يختزل مجموعه من لعبه الحقيقه التي نعيشها على المستوى السياسي والمؤسساتي في المغرب. La conférence de ce soir vient dans un moment très important. Nous sommes en train de vivre la deuxième phase de la transition d'après la constitution de 2011. L'objectif des partis politiques, c'est de contribuer à la réussite de cette transition. اللي غنقول لكم هو انه شحال من الناس قالوا لنا اسيدي نصوتوا على بن كيران خارج في بوهم واخا ما يديرش لينا غير خليه. بدون شك ان المغرب يعرف تحولات اجتماعيه وثقافيه وسياسيه، وهذه التحولات تستدعي من الجميع ان يتكيف معها بطريقه ملائمه حتى نضمن وحده المجتمع. J'ai peur, je crains qu'on arrive à une situation dans quelques années où au Maroc, on va vous dire les deux forces principales politiques, c'est la démocratie contre la monarchie. Ouais. Le jour où on va arriver à cette situation, ça va être très grave. تجه المغرب نحو يعني تأكيد مساره الديمقراطي. طبعا هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد بالنظر لمجموعة من المكتسبات ومجموعة من يعني الخطوات الهامة والانتقالات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة يعني منذ نهاية التسعينات إلى حدود اليوم، وبالضبط وتحديدا يعني بعد التصويت يعني على دستور 2011. شكرا لجميع المتدخلين الذين لا زالوا يواصلون هذا النقاش، شكرا جزيلا.